أقيم في كنيسة الخضر في محافظة بيت لحم قداس احتفالي بمناسبة عيد أمنا مريم العذراء. اشتمل القداس على ترتيلة وترنيمة روحية. المزيد في تقرير مندوبتنا في القدس مارلين الحدوي. احتفلت كنيسة الخضر في محافظة بيت لحم بقداس احتفالي ترأسه الأرشمندريت حنانية رئيس دير مار جورجوس، وقد امتلأت أدراج الكنيسة بالمؤمنين، فأحيت جوقة كنيسة العذراء للروم الأرثوذكس التراتيلة والترنيمة لأمنا مريم العذراء بمناسبة انتقالها بالنفس والجسد إلى السماء. ويشار أن بلدة الخضر الفلسطينية تقع إلى الغرب من مدينة بيت لحم، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى دير الخضر، وهو المزار الوحيد فيها، حيث يأمه المسلمون والمسيحيون على حد سواء لأخذ البركة. طبعاً اليوم إحنا في كنيسة مارجريس الخضر، متواجدين في الكنيسة عندنا احتفال ببداية مدرسة الأحد، عاملين زي توزيع هدايا للطلاب المسيحيين متواجدين في الكنيسة. طبعاً عملنا كمان احتفال افطور الصبح بعد الكنيسة، وطبعاً نتمنى تواجد الناس في كنيسة مارجريس الخضر أكتر وأكتر. شكراً. كل سنة اليوم زي هذا، تاني هذا بالصيام نسأل هذا مشان ستنا مريم، مشان اليوم عيد اسمع نسأل شهيد مشان بيطلع نص الأسبوع، وهذا دير ما فيش طايفة مشان هذا بسأل بس يوم اليوم أخذ اللي غادة سوينا مشان ستنا مريم ماجد اسمع مشان بيكفض علينا وبسالي ليسوع المسيح لابنك مشان كل الناس، مشان الأول شيء عشان خالص نفوسنا، وثاني شيء مشان بشفاعت بشفاعت والد لله يكون دائما مقبول عند ربنا عشان هي أمه. الهدايا برضو ناتي مشان نفس السبب، مشان بمجد ستنا مريم، ودائما هي بسالي مشان علينا وبيكفض علينا وبيكفض كل العالم، وهي تاخد الثلث المقدس، بعد الثلث المقدس ربنا الواحد هي ستنا مريم. كل عام وانتم بالخير. كنيسة الخضر تقع في بلدة الخضر وبتعني للمسيحيين أشياء كثيرة، تستقطب ليس فقط أهالي بيت جالة بل من بيت لحم وبيت صحور، بالتالي تعني لنا الكثير. طبعا لدينا كنائس عديدة ولكن نحبذ القدوم هنا لأنها لتشجيع الصلاة في هذه الكنيسة والتي تبعد عن مدينة بيت جالة مجرد 5 دقائق. بحب أصلي، وأنا عشان مشتركة في مدرسة الأحد أخذت هدية عشان بداية المدرسة. باجي بصلي على كنيسة الخضر، والخور عشان نرجع على المدارس أعطانا هدايا للمدرسة. أنا مسؤول عن مدرسة الأحد في كنيسة الخضر، وإحنا منلتزمين في الكنيسة كل أحد ومشرفين على الأطفال. مساعدة أبونا قدس الأب الأرشمندريت حنانية دائما بيساعدنا في تقديم الهدايا بمناسبة افتتاح العام الدراسي الجديد، وعملنا افطور تقشفي للرعية اللي بتصلي في الكنيسة بمناسبة رقود والدة الإله، وبنشكر اللي قائمين، بنشكر الكل ساعة كل من ساهم في هذا النشاط. في عيد ستنا مريم من كل سنة احنا بنعمل هون احتفال في كنيسة دير مارجريس الخضر، وبنعمل فطور تقشفي بعدها، وبنوزع هدايا قرطاسية على أولاد مدرسة الأحد، وبيجوا من جميع أنحاء بيت لحم بيت جالة بيت صحور على الكنيسة. وبحب أشكر أنا النور سات على تصويرها للنشاط اللي صار عندنا اليوم في كنيسة مارجريس.
وبعد القداسي توجه أطفال مدرسة الأحد لاستلام الهدايا من الأب حنانية، وهي عبارة عن قرطاسية بمناسبة بدء العام الدراسي والالتزام بالحضور في المدرسة الأحد. واختتم اللقاء بتناول الإفطار التقشفي في قاعة الكنيسة بحضور جميع المؤمنين. للنورسات مارلين الحدوة من بلدة الخضر بيت لحم. لا نقلوا وان لذاك التكرين أمامي ولا ما أنكم مشكلة.